السلام عليكم. اي وحده كتعاني من السواد في الجسم ديالها وخصوصا في المناطق الحساسه، اليوم جبت لكم الحل. ماسك زوين بزاف، ما غاديش يخلي لكم السواد او البقع الداكنه بصفه نهائيه. هذا الماسك البنات راه خطير بزاف، كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو للاخر. غنحتاج واحد بطاطا، غادي نغسلوها مزيان ونقشروها. وبعد ما قشرناها غادي نحكوها بالحكاكه الرقيقه على هذا الشكل. هذا شفتوا معايا، بعد ما حكينا البطاطا غادي ناخذوا هذه البطاطا هذه وغادي نعصروها. غادي ناخذوا هذه البطاطا اللي حكينا وغادي نوضعوها في شي شبيكه ولا في شي صفاي ونعصروها وناخذوا الماء ديالها. وهذا هو الماء ديال البطاطا اللي عصرنا كما كتشوفوا معايا، تقريبا شي 3 المعالق كبار. غادي ناخذوا هذا الماء ديال البطاطا غادي نضيفوا عليه، غنضيفوا عليه 2 معالق كبار ديال الخميره ديال الحلوه. نحركوا هاد جوج المكونات، الماء ديال البطاطا والخميرة ديال الحلوة. غادي نضيفوا عليهم جوج معالق كبار ديال الروز مطحون. الروز البنات، الروز غادي تطحنوه وتاخذوا منه جوج معالق كبار. كما قلت لكم البنات غادي نحتاجوا جوج معالق كبار ديال الروز مطحون. وغادي نحركوا مزيان هاد العناصر
معلقه كبيره ديال المعجون، معجون الاسنان، نحركوا مزيان الماء ديال البطاطا مع الروز مطحون مع الخميرة ديال الحلوة مع معجون الأسنان، نحركوا مزيان هاد العناصر كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيفوا عليهم واحد العصرة ديال الحامض، ونحركوا ومازال غادي نضيفوا واحد القطره ديال الماء ديال الورد، نحركوا مزيان هاد العناصر، وغادي نضيفوا عليهم النشا، نحركوا مزيان هذا النشا، ونضيفوا واحد ثاني معلقه اخرى، نحركوا مزيان، نزيدو نضيفو المعلقة الثالثة، كما قلت لكم البنات الماء ديال البطاطا غنزيدو عليه خميرة ديال الحلوة، غنزيدو عليه الماء ورد، عصرة ديال نص حامضة، نص حامضة ما غاديش نعصروها كاملة غير شوية، والروز والماء ورد ونشا، كما كتشوفوا معايا البنات هذه النتيجه النهائيه، وهذا هو الماسك ديالنا كما كتشوفوا مصايب من مواد طبيعيه، هذا الماسك راه زوين بزاف البنات، راه غيحيد لكم كاع البقع اللي في الجسم ديالكم، كاع لي طاش اللي في الجسم ديالكم ما غاديش يبقاو، اكيد مع المداومه من اول استعمال غادي يبان لكم الفرق، هذا الماسك غادي توضعوه على الجسم ديالكم
اي منطقه فيها الكحوليه ولا فيها السواد غادي توضعوا عليها هذا الماسك هذا على هذا الشكل هذا. وغتبقاو ديروا مساج بحركات دائريه، غتبقاو تحركوا تحركوا بحال هكا وغادي تخليه، ومن بعد عاوتاني غترجعوا وغتبقاو كل مره ديروا مساج على هذا الشكل هذا حتى يدخل هذاك الماسك للجسم ديالكم، ما غاديش يبقى يبان كما كتشوفوا معايا. راه ماسك زوين بزاف بالنسبه للبقع الداكنه وحتى المناطق الحساسه تحت الابط ديالكم، واي منطقه حساسه توضعوا لها هذا الماسك هذا، راه ما غاديش يخلي لكم البقع. توضعوا في الجسم كامل اي منطقه فيها البقع توضعوا فيها هذا الماسك هذا وتخليه واحد نصف ساعه كما قلت لكم، توضعوه وتبقاو ديروا حركات دائريه كل مره حتى يدخل هذا الماسك للجسم ما يبقاش يبان، وتخليه واحد نصف ساعه تقريبا عاد باش تغسلوه، وتكرروا هذا الماسك تقريبا كل مره في الاسبوع غادي تستعملوه. راه ساهل هذا الماسك وزوين كما قلت لكم البنات، راه ما غاديش يخلي لكم هذيك الكحوليه ولا ديك السموريه نهائيا. اي وحده كتعاني من المشكل ديال البقع الداكنه في المناطق الحساسه تستعمل هذا الماسك هذا عن تجربه، راه ما غاديش يبقى عندها هذا المشكل.